طلبة العذراء مريم، معاني، شروحات، تأملات، تعمق بكل طلبة تزيدنا فهم ومعرفة، صلاة وتقوى. يا بتولا حنونة، الحنان والرحمة هي من صفات الله. مريم أم الله وأم البشر بفيد قلبها بالحنان والرحمة. مريم الأم ما بتتحمل أنه تشوف ولادها بخطر من دون ما تحن عليهم وتسرع لحمايتهم وإنقاذهم. مريم ما تركت أبنها لحظة وحدة، فبصلواتها وشفاعتها الدائمة قدام عرش ابنها الإلهي بتحمل أبناء وترعاهم. ولكن ببعض الحالات منشوف مريم نفسها مجبرة ومضطرة كأم إلى التدخل المباشر بعالمنا وحياتنا، فتظهر لألنا نفسها لتحمل رسالة تحذير لخطر ما منشوفه في كتير والعديد من الظهورات للعذراء مريم بالعالم. تحمل كل معنى واحد، بتقول أنا مريم أمكم، طوبوا وصلوا ولأني أفرح بخلاصكم. وقت آدم وحواء فقدوا النعمة الإلهية بسبب عصيان وحالة البرارة يلي خلقوا فيها، كترت عليهم الشرور وعلى أبنائهم وخلفت جراحات كتيرة. منعد منا أربعة. أولا جرح بالعقل يلي أظلمت فيه حقيقة الإيمان. تاني جرح بالإرادة يلي انقادت للميول الخاطئة. تالت جرح بالقدرات يلي صار فيها ميل الشهوات وملذات الحواس. رابع جرح بالقدرة على مقاومة الشر. فما أبشع الخطية وأتعس الإنسان المحروم من البرارة، ولكن قلب الله الحنون الغني بالرحمة ترأف بنا وأعطانا أم الحنون العطوف الحاضرة دايما لمواساتنا تضمي جراحنا. فمريم يلي واجهت الصعاب مع ابنها من طفولته وصولا للصليب اختبرت كمال رحمته لألنا، فأصبحت بدور الأمومة المحامية الحنونة يلي ما بتتوقف عن التدخل من أجلنا تتستمد لألنا النور يلي ينير خطانا ويهدينا الطريق الصحيح وإيادة إرادتنا نحو الخير، وتعطينا بحنانة العطف تنحنا كمان نعطف على بعضنا وحاجة إخوتنا الفقراء والجياع والحزينة مثلها هي، ترقف وتعزي تحن وترحم تشفع وتصلي.